والله كنت أسهل على الطلاب لأن اعتزلت التدريس. حسبت اعتزلت اختبارات. ما شاء الله. الشعر اللي كرره الحب يا مبارك. والله اني درست يا جماعة صدق، وكنت تبون اعلمكم عن تدريس التدريس ولا ما يحتاج؟ هيك خلاص هو قلب خلاص كلها قلب. خلاص بحيث انك ما شفت اطول كائن بشري. لا اله الا الله، لا اله الا قسما بالله انك مسرف. وش الطول؟ وش بتخسر لو اعطيتني 10 سنتي؟ صدق العشرة ابشر ب20، 10 سنتي بس. ابشر ب20 بس. والله يا حتى 20 سنتي ما تغير شيء، الله يسامحك، تبقى انسان طبيعي. انت الحين مو طبيعي ترى. ليه يا اخي؟ 194 ترى بس. نقزت كريستيانو هذي، طول كريستيانو مع نقزت هذيك، عرفتها اللي انتشرت؟ ما وصل 194. انظروا من الأعوذ قديته خص التذكرة. لا هذا ما تقدر تنظر، العين ما تلحقه من طول، يمكن تصقع هنا عينك. تعال انا بيعرف انت وش قلت عني في البرنامج؟ شو السالفه؟ كنا نسولف يعني عن أي؟ يعني اطول برج شفته. قلت انا في واحد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، اذكر الله يا جماعه، اذكر الله لا توجعكم عيونكم، يعني هو مو بجيش. ما شاء الله ما شاء الله، بعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أشكر، تدرون اني ما داني اطلع انا وهو، والله اني صادق. الله يزعجك، والله اني ما داني اطلع انا وهو مكان عام، يطلع شكلي خايس، نصير كنا رقم 10 جنب بعض. يا اخي المشكله ان تصدق دائما ذي. سلام مرحبا. يا مرحبا حبة. وش اسمك يا الغالي؟ عامر. طال عمرك. اقول وش اسمك؟ اسمي نايف. طال عمرك عامر. ونعم يا نايف. نايف بترسل؟ كنت يعني لو ما قبلت فقلت ترسل لين بكره. انت الحين يا بلفيت، انت راك طلعت من ضمن اللي ارسلوا وارسلت لك. انت الحين يا بلفيت انك اخر حبه بترسل بترسل، والله لم ارسل لك ولا عندي في لحياتك، شفتك طلعت يا ارسلت لك. انت حاط نفسك اخر حبه. طيب عشان مو باخر حبه تكفى، ارسل للعشره. لا 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 دقيقة. طيب عشان مو باخر حبه تكفى، ارسل للعشره. لا 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 دقيقة. انت يوم انك مسوي اخر حبه ليه؟ أيوة. انت اطول حبه. مشكلة في بنت ما اقدر اقول. خلاص الله يرحمه، لب الكاميرا عليك، ترى عندي رهبه من الكاميرا. شكرا شخصاني. بس والله هو صدق شخصان هذا اخوي اللي قلت فيه الله يتزخر. علق. شكرا معلق. هذا معلق. عبد الله تك امسك الجوال وارفع كذا وانت طالق، خلينا نشوف مدى ال مدى ال يعلق يعلق ولا زام الله يسعدك.
زين والله. الله يسعدك يا شيخ. عاد يعلق ولا زان؟ ايدي مبروك عليك. والله يسعدكم طيب. ايوه مش كنا نقول؟ الميم. خياط يفصل لها من الدور الثاني. اوكي خلاص من الحين صار السلمون اللي عندك اوكي. صدق والله ما فكرت في معاناه الخياط لا يفصل لك. يا رجال اسكت انا تدري اني مطلب من المواقع الاقمشة ذي اللي يقول لك عرض اشتري قماش ما ادري اي قماش يجيبونه 3 متر 3 متر ما يكفيني. أربع متر اقسم بتراني ما اكذب عليك. ما شاء الله تبارك الله. يا رجال خابر في خياط اللي على الدوار ما اقدر اقول اسمه عشان ما يصير اعلان. يا حبيبي يا عادي؟ عادي مشار جيت يفسر غالي الذيب فجيت نزلت القماش عنده واخذ مقاساتي قال يا حبيبي انت يبغى لك قماش ثاني طاقه ثانيه غير ذي توكا عرضي اجيب قماش ثاني طالب الطلبيه تخسرت اخر شيء اهديته اهدني اياه طيب. اه المشكله انت يفسر ثلاث ثياب تقعد تغثنا توكا الله. ما شاء الله ما شاء الله الله لا يضرك الله يزيدك. يزيدني بعد اكرام كذا انت تنظر عمرك. وش اللي طراد بهر حرام عليكم يا جماعه. قال ايش اللي طراد لا احد يقول له شيء. ما شاء الله تبارك الله الله يجزاك خير. فيه تعليق يقول اسالكم بالله ان تذكرون الله. الله يجزاه خير ويجزاه خير. ما شاء الله تبارك الله. ترى نقولها يا جماعه من قلب ما هم حاسدين. من هم؟ والله ما قول الله طفي دمتي. خلاص نبي تراد نبي تركي. ما عاد نسولف يا جماعه نقفل البث يعني. واضح ان غير مرغوبين فيه. لا انا وانت. يصلح ضابط لا ما يقولون ترى صدق في ناس ما يقولونهم الطول ما يكفي في ناس الطول زايد يعني تخيلوا في حرب تخيل يكشف اخويا من بعيد تخيل لو جات لا سمح الله حرب بيوهقهم بيفضحهم روسه نوك والجبل بيدرون وينهم. ما يسمون بقى اي احد يكتب نبي تراد نبي تركي نبي اي احد مو بكتم. ما والله اني والله انا صعبه اقولها والله انا صعبه. الله يرحم والديكم. خلونا نسولف. زين جيب خلاص يعني اقدر كملت السوالف. ودك نمشي وين تمشي؟ امشي اخ يا نهار يا ولد الله يلعن ام المساجد تقلب استغفر الله. يا ولد انت بعد صاحي احد يسوي مساج في الحسن؟ ما انا والله ماني بناوي ترى رايح انا رايح عشان اسوي شو اسمه حمام مغربي واعترض لي المساج. ما ولد خلنا خدتها يا ولد. ما صملت على ظهر ديبان. لا انا قايل انا قايل لك وين وجهتي. ما صملت قايل لك وين وجهتي. ما انت بصامل. ايه وجهتي بعلمكم سالفتنا يا جماعه. ايوه السالفه يا طال عمار دق علي الرجال هو بالخبر قال علومك يا ابو هاله الكلام ذا العنصر. قلت له مزيان في الحساب. قال وش وضعك؟ قلت ما عندي شيء. قال بجيك. قلت وش قال الله في قطر؟ قال ما انت بصامل. قلت والله اني اصمل من سابع جد جابك. ابو 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 هذا الكلام اول ما تصل ناخذ اغراضنا وانت لها صوب قطر ناخذ لنا يوم وليل يومين بالكثير ونرجع. قلت الاغراض معي الاغراض معي لا تقول كذا الاغراض معي مشينا مضبوط ارحب يا ام مضبوط مضبوط. قال يلا قطر. يوم وصل الرجال ويتغير كلامه قال ها قطر لا الأغراض معي امشي.
انت صامل. ها امشي. لا هذا هذا غلط بالموتر. انت صامل. امشي. والله ما انت صامل. امشي. اقول في غلط معي مشينا. نمشي يجل الصور. كيف؟ نمشي الصور. لا لا نمشي الحين. انا كنت تبي الرياض. خليك سوي. والله في خاطري. اوه احلو الرياض تكسر. احلو يا الله يحفظك. انا باذن الله ذا الاسبوع. خطة ما في خوتك يا ابو صالح ما ينبغى. ذا الاسبوع ان شاء الله. انا اصور لك في الدوحة. لكن اروح لحالي. ليه طيب ليه تروح لحالك؟ يا اخي الرياض ما بروح الرياض، الرياض انا يمكن يوم الخميس ان شاء الله اكون في الرياض. ايش عندك يوم الخميس في الرياض؟ والله انا عندي لزوم في الرياض. عندك لزوم خارجي؟ والله في تفويض خارجي مشي. الديزل حدا داخلي بس. هلا يا ابو فالح. هلا. ارحب انت يا ودي قطع ترى. شو اخبارك ابو فالح؟ الله يعافيك وش حالك؟ شلون الشبان والاخوان طيبين؟ الله يعافيك. سيوف بطلع وبرسل لك انا لانه يعلق بالحين. اوكي. أنا الأخوان طيبين. الله يعافيك. سيوف بطلع وبرسل لك أنا لأنه يعلق بالحين. أوكي. مقفل الغبي ما أقدر أرسله. خلوه يرسل لي. خلو سيوف يرسل. قولوا ما يقدر يرسل لك. هو مقفل رسائل. لبين ترى يتأخر يعني يوم أنه داخل قبل شيء في العسلي ما شريت الستاند. كم لك تطلع تشتري الستاند صح؟ والله أنا بكرة جاك الستاند اشتري بس أنا كلي لك. أوه كم هذي الله لا يوفق يا سلام الله. تعالي بلي مساج ثاني. مساج المساج. جولة عجلة واحكام الفوز. يا سيف وينك فيه؟ والله في النعرية ربك حولي. رجعنا من النعرية يا مرحبا. هلا يلا حية يلا حية الله يبقي. تعرف يا سيف ها؟ أطول واحد النهارية؟ باي سام أطول واحد مش ما تراني ما أطلع يا ود. أنا من البيت المسجد ما واحد تطلع من بيتكم وتشوف راس كذا يمشي من البيوت رايح من المسجد رايح معود من المسجد مسجد بي الله يثبتني. لا والله ما طيب أنت يا أنت يا عبد الله ما قد ما تعرفه؟ والله أقصر واحد النهارية. خلاص طالع منها طب خلاص كنادره مدبلة قد لبستها يحشيها يدبلها ويرتفع ثلاث أصعد. الحمد الحمد لله أنا أعلق. الحمد لله أنا أعلق. ما أدري شو تقول والله. تكفون نقول هو الخبر اللي أنا قلته. سيوف جرب عدل ربيت. سيوف قد سويت مساج قد سويت مساج ايه ها اي اي يا ولد عندي واضح 40 وردة. 40 وردة يا جماعة 40 وردة يا جماعة 40 وردة قدرة مفوز عليها مش قال ترى قاعد يخرب. يعلق يعلق عندي يمكن ما يعلق عندكم بس عندي يعلق. قفلوا الدبل. قفلتوا الدبل لبك بودكم سيوف يا سيوف 40 يلا سيف بتشل ولا شل ادبل
ما تقفل. بتشل ولا شل؟ اسلم. اشل؟ اسلم. انا اعطي فرصة حبيبتي. حبيبتي في ذكريات ما عادك انت الاولى يا لو حطني قدامك ما اقدر اطقك. لا رحتي واخذ طيب قلت لك ايوه خلاص تكفى تكفى. يا هلا يلا حيه يا مرحبا. انت تجرب تقصر. اي على خفيف ها نوزنه نوزنه لك. انت لا تتكسر انت ما توزن. لا اله الا الله. سيف ودي انك تواجه. واجه ما عليه. والله ودي انك تواجه. لجن عيريه. والله هو مسهله. في محله. كل البقاع كل البقاع. وش الاحياء اللي عندكم من عيريه؟ انت في اي حي؟ تدري عاد والله صدق ما ادري وش حي الابراج. ما في حي الابراج. فيه زهور خليج الله. انت اي حي؟ انا في الربيع. وينك من بيت شو اسمه سلوم؟ عيال سلوم الزعبي. عيال سلوم طال عمرك مقابلهم مسجد الجلاسي. انا خلف مسجد الجلاسي اباد. انا على السيدين الصحي. ما في شو اسمه اللي على سيدي انا المخبز داخل يهود مقابلهم. خل المسجد لا الجهه الثانيه الجهه عكس مخبز النعيري اللي على الزاويه يا اخي. بيتهم واضح عند بنك الراجحي. سيدي بنك الراجحي. عرفت 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 يا اخي. بيتهم واضح بيت طبيعي بس في غرفه كذا رفيع سقفها. مستلمني اليوم مو طالع ها مستلمني لقيت محتوى. انا برا ما قبلت اسامه. اسامه الحساء. اي لا والله ما واجهته. هو بالحساء اي طايح في بولينج. بولينج اي بولينج اللي في الحساء ده. لا والله ما واجهته يا ولد. انا رحت العصر الذولة محل المساج. جنابرك رائحة في ذمتي. ما طلعت الا الساعة 7. ايش انت سويت؟ لا وابط عليك بعد. والله العظيم قاعد يمرس ظهري ساعة ونص. ايوه نادر جايب حيود. كنت بيفلقني حيود حارة عرفت؟ ليكون اللي يشب نار سواها هذي قام شو اسمه وسم ظهري. ايه حق الابر هذي كم هذي ثاني مره اسوي مساج بحياتي. جاب مسدس. اعوذ بالله. جاب لي كفن يا ولد. انا لا سويت عندهم حمام بخار وقال يا ولد اجلس على المناره هذي احس اني بموت. هذي ما اجلس بروح. والله العظيم اقبط ام ولا عاد ما شفت السرير. ودي اقول له خليك السرير. السرير صورته بالسناب. نذر كانه سرير موتى نفسه. انا احس انه لجا يوم الجمعه يخلونها مغسله موتى. يا ولد اقسم بالله العلي العظيم. يا ولد شوف فيه مسك. اقبط ام العظيم. الله يرحمنا برحمته يا حسين الخالق. اللهم امين اللهم امين. يا دخلت له حاطه اسكال ابو ثمان. احس انه غلط لو حكم. حكم واحد عطنا شله. اقول والله ما تحكم عليه توكل على الله. من عري والله ما تحكم عليه. ما في ما تحكم عليه مره. شوف مو بعشانك اطول مني حصانه من عندي. حصانه من عندي اقول والله ما تحكم عليه توكل على الله. حصانه له حصان تلك توكل على الله. ما فيه حكم ما فيه. بيض الله وجهك. وترى في بث اي تصرف تسويه ترى انت لا تبعد الكاميرا قرب. الله يرحم والديك. الا بحكم. الحكم الاول. والله ما تحكم. الحكم الاول ترى ما تحكم. والله ما تحكم على حال.
والله ما تحس اليد. لا ما عليك والله تروح اخذ المجهز لازلك. دقيقه دقيقه حط يدك حط يدك حط يدك حط يدك حط يدك هذا ابن عيون بتهون من الحكم الحين احكم علي شيء شايف عطنا شله تاكله ابشر ولا اسمع 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 من سبت اليوم قفا وقفت ما لي جدل لكود هالليل عباير وابكي خافا ورود الكثرة تناهيت والكبد كانها فوق صلو السعاير ولا تحسب النية والغضي من كسجت أنا على طريق سوق البشاير ولا تحسب النيوم ما عاد نبيت أقصر جواب مدورين العذاير سلامتك يا سلام يا سلام صح صوتك صوتك والله عندي شفتك تقولني يعلق الله يهينك يا حبيبي وياك يعلق ترى ما تقدر يعلق شوي خدم خدم لزم سيوف انا شوي بقعد يا ابوك في الجنه سلم وسلم والديك الله يحكم تستاهلون مو بطي يا ولد وزهل بالله تكفون صور المقطع بسوي له تصميم مثل التصميم اللي نزلته في 2017 ايش التصميم حق ظهري يوجعني يوم سلمت عليك اني موت مشكلة الله تمغط عمرك ما تمغط ماني بواصل ها الله يبيضك طيب انت كانك اعطيت سكيب دقيقة لازم ترد لا قصيدة والله ما في قصيدة جيب والله انه ما في وداناكم الله ونشوفكم على خير وفي امان الله.